أن أوصل رسالتي إلى العالم. أنا الطفلة لانا من غزة الجريحة المدمرة. يا أحرار العالم انقذونا، نناشدكم أن تخفوا بجانبنا. نحن في غزة نموت من هذا العدوان الغاشم الذي لا يرحم صغيرا ولا كبيرا. الموت يلاحقنا في كل مكان. لقد تركت منزلي وألعابي، والآن أجلس في خيمة من نايلون لا تحميني من حرارة الشمس ولا من صواريخ الطائرات. كل مرة يقول لنا أنه آمن، يقول لنا اذهب إلى هذا المكان إنه آمن، لكن لا يكون المكان آمن. نزحت أنا وعائلتي 4 مرات من مكان إلى مكان، وكل مرة ننجب عجوبة. أصوات القصف مرعبة ومخيفة، ننام على أصوات الطائرات وأصوات القصف والاستهداف. نستيقظ على الأصوات المرعبة المخيفة التي تزلزل قلوبنا وتزلزل الأرض من تحتنا. نحن أطفال غزة نموت من الجوع، لا طعام لدينا. أصبحت أجدادنا هزيلة وضعيفة. لم نعد نأكل الطعام الذي كنت أحبه ولا الشراب النظيف. أرواحنا سحقت، أجدادنا تعبت. أنقذونا من هذه الإبادة والظلم والحرمان والخوف. أناشدكم يا أحرار العالم، ساعدونا. أناديكم، أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم. فمأساة التي أحيا نصيبي من مآسيكم. حملت دمها على كفي وما نكست أعلامي، وصنت العشب فوق قبور أسلافي. وأناديكم وأشد على أياديكم.